بما ان احنا بنتكلم لسه على الفوز، فخلونا نستمر في الفوز وفي الاخبار الحلوه. فبيفوز منتخب مصر لاخواتنا قصار القامه ببطوله كاس العرب بشرم الشيخ. النهارده تم اختتام البطوله، بطوله كاس العرب لكره القدم لقصار القامه، واللي اقيمت في المدينه الشبابيه في شرم الشيخ تحت شعار انا وانت واحد. دي فرقتنا بالمناسبه، الوحوش بتوعنا. وده كان ضمن فعاليات المهرجان العالمي الرابع لتنشيط السياحة والرياضة والثقافة لذوي الهمم من إخواتنا قصار القامة. استطاع المنتخب المصري تحقيق لقب البطولة بعد الفوز على المنتخب الأردني بالمناسبة. يعني للمزيد من المعلومات، البطولة شارك فيها 5 دول، كانت هي مصر والأردن والسودان وسوريا وفلسطين، ده بالإضافة إلى مشاركة شرفية لطيفة من المنتخب الاسباني. احنا معانا على التليفون كابتن محمود الحضري، وهو المدير الفني لمنتخب مصر لقصار القامه. اهلا اهلا بيك، والف أهلاً. الف مليون مبروك. اهلا وسهلا مستر يوسف، الله يبارك في حضرتك. اشكر الله عز وجل على توفيقه لينا، واشكر كل من السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، واشكر الدكتور اشرف صبحي، واشكر كل الداعمين لينا، واشكر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. صحيح. لوقفته واستضافته البطوله بصدر الرحب بشرم الشيخ. لا يعني احنا كمان، احنا من الناحيه الثانيه احنا اللي بنشكركم على اداء اكتر من رائع في البطوله. طب وقول لنا الاجنده بقى اللي جايه ايه؟ ايه الاجنده اللي جايه؟ ان شاء الله في بطوله ان شاء الله مجمعه في العراق ببغداد ان شاء الله في شهر 4، وفي كوبا امريكا في شهر 6. الله. باذن الله. وفي كاس العالم في اسبانيا في 2023 باذن واحد احد ان شاء الله، باذن الله سبحانه وتعالى. وعاملين حسابنا برضو ان احنا ناخد البطولات، مش كده ولا ايه حضرتك؟ لا احنا كان، بص حضرتك، احنا في اخر اجتماع كنا مع السيد الدكتور اشرف صبحي شفاه الله وعافاه، والحمد لله انه تماثل الشفاء. كنا معاه في اخر اجتماع ووعدناه ان احنا هنجيب البطوله وهنجيب الكاس، والحمد لله الشباب كلها كانت على وعدها وحصدنا البطوله بفوز اول مباراه لنا مع اسبانيا، منتخب عنيد، منتخب عنده دوري، فتلاقيه منتخب شديد برضه، يعني زي منتخبات في الكره العاديه، الكره الاسوياء. فاستطعنا كلنا اسوياء كلنا اسوياء طبعا، كلنا اسوياء وكلنا اخوة، كلنا واحد طبعا. وبل والله يعني هم عندهم عزيمه اكتر مننا، عندهم عنده تحدي باختلاف، قادرون باختلاف. صحيح صحيح صحيح. يعني خلاص اوعدونا بقى، اوعدوا الشعب المصري من خلال برنامج التاسعه انه الاجنده اللي جايه كلها احنا بنحصد بطولات ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله احنا بنوعدكم باذن واحد احد، بنوعد مصر كلها، بنوعد سيد الدكتور اشرف صبحي لدعمه لينا ان شاء الله. هنجيب لكم، بص حضرتك، يعتبر منتخب مصر لقصار القامه صائد البطولات باذن الله، هيفضل طول عمره صائد البطولات ان شاء الله باذن الله. عندنا المنتخب فريد من نوعه، عندي خامات شديده، عندي لعيبه عندها قوه وعندها اراده وعندها عزيمه، عندي لعيبه بتقف في الملعب صح، عندي لعيبه فازت على اسبانيا 4-0، وفازت على فلسطين، فازت على فلسطين 7-0، وفازت على العراق 1-0، والنهارده فزنا على الاردن في النهائي 6-4. يعني عندي لعيبه مش هقول لك بتاكل النجيله، احنا مش بنلعب على نجيله، عندي اللعيبه بتخلي اي حد قدامها بتعمل له رهبه. ما عندنا لعيبه تقرقش الزلط. عندنا لعيبه تقرقش الزلط. احنا والله يعني الحمد لله، يعني تعب سنين. انا انضميت لمنتخب مصر لقصار القامه سنتين وسبع شهور. والله يا كابتن محمود، انتوا كلكم باذن الله قدها وقدود، سواء اذا كان اللعيبه وصل لهم تهنئتنا ارجوك، واحنا بنهنيك بشكل خاص ومباشر اهو كابتن محمود الحضري. الف شكر ليكوا، الف مبروك مره تانية، وبالتوفيق باذن الله في العراق وفي اسبانيا وفي بطوله كوبا امريكا ان شاء الله. كابتن محمود الحضري المدير الفني لمنتخب مصر لقصار القامه، حصدوا البطوله العربيه او خدوا البطوله العربيه لكره القدم في هذه البطوله.